أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، ما زلنا مستمرين في تغطيتنا المستمرة لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة المؤتمر الدولي الخامس. معنا ضيفنا الدكتور علي الأسمري من جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، مختص في التعليم الخاص، وقد طبعا شاركت في هذا المؤتمر في ورقة عمل تهتم باستراتيجيات الفهم القرائي المستخدمة مع الأطفال الصم وضعاف السمع. حابين تقولنا عن هذه الورقة وأهم الاستراتيجيات التي اعتمدتها في هذه الورقة؟ هو المشكلة الأساسية في تعليم الصم هي مشكلة القراءة والكتابة، وهو تحدي كبير جدا يواجه الصم في جميع دول العالم وبما فيها المملكة العربية السعودية. التحدي هذا أحيانا يكون يعني تحدي كبير جدا في بعض الدول اللي ما زالت بادية يعني بدايات أولية، ومثل الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنهم يعملون في هذا الميدان منذ فترة طويلة إلا أن التحدي هذا ما زال يعني موجود. ما في شك أن حجم الإنجاز الموجود في أمريكا لا يقارن بأي دولة عربية، والسبب في ذلك هو البداية في عمل الأبحاث واختيار الاستراتيجيات الفعالة في لتعليم الصم. تم اختيار هذه الورقة أثناء تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني لم أجد دراسة تكلمت عن الاستراتيجيات الفهم القرائي المستخدمة مع الأطفال الصم حتى في أمريكا، فأحببت أن تكون هذه الورقة نقطة انطلاقة لجميع الباحثين في أمريكا أو في أي دولة أخرى، حتى يكون فيه تصور مبدئي من خلاله يستطيع الباحث أنه ينطلق نحو بحث يعني جيد. اعتمدت هذه الورقة على الاستراتيجيات الفعالة في تدريس الفهم القرائي مع الأطفال السامعين، لأننا معتمدين على نظرية تسمى بالQualitative Similarity Hypothesis. هذه النظرية تؤمن بأن أي شخص يؤمن أو يريد أن يتعلم لغة ثانية لابد أن يمر بنفس المراحل اللي مر فيها الشخص صاحب اللغة الأولى. فمن هذا المنطلق كنا إحنا نستطيع أن نكيف هذه الاستراتيجيات ونشوف هل هي مستخدمة أو لا. البرنامجين استهدفت برنامج لغة الإشارة وبرنامج الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة، ووجدت أن هناك عدد من الاستراتيجيات مستخدمة في الفصول الأمريكية، والتطلع أن تقام دراسة على العينة السعودية ونستطيع من خلالها أن يكون هناك مقارنة. جميل. هل يعني دكتور هذا الشيء سيسهم أيضا يعني حتى كبار السن يعني حيستفيدون من هذه الورقة يعني والتوصيات لو فعلا طبقت على أرض الواقع؟ يعني أنت شملت ليس الصم وإنما أيضا كبار السن أو ضعف السمع أيا كان، سواء كبار سن أو صغار في السن. الورقة هذه تستهدف الأطفال فقط، الأطفال فقط، أما كبار السن راح ندخل في مسألة أخرى وقضية معقدة. علما أن الشخص اللي يصاب بضعف سمع في عمر كبير هو اكتسب اللغة واكتسب القراءة، فأتوقع أنه يعني ليس بحاجة إلى أن يعلم الاستراتيجيات وإلى آخره. خصصتها فقط لصغار السن الأطفال. الأطفال الصم وضعاف السمع. ما هي تطلعاتك القادمة إن شاء الله بإذن الله؟ هل تم اتفاق مع جهات معينة لتفعيل هذه الورقة؟ هل هناك قيمة ورش عمل أو دورات؟ يعني ماذا يتسنى لك يعني؟ أتوقع أن المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية وهم يتميزون بهذا الشيء، يتميزون بالحماس، هم يريدون أي ورقة عمل وأي بحث يستطيعون أن يطبقونها في الميدان. التقصير قبل أن نلوم المعلمين والمعلمات نلوم الباحثين، إحنا لابد أن نشير لهم نقول هذه الورقة هذه الاستراتيجية فعالة وهذه غير فعالة، بعدها هم يستطيعون أن يستخدمونها في فصولهم الدراسية. التطلعات إن راح يكون في بحث مشابه لكن العينة راح تكون سعودية، راح يعني نحاول قدر الإمكان نشوف فعالية كل استراتيجية في الفصل السعودي حتى يتسنى لمعلم أو المعلمة استخدامها في الفصل الخاص به، وبذلك نستطيع أن نساهم في معالجة المشكلة الموجودة لدى الصم السعوديين. رسالتك هذه دكتور تعتمد على يعني إلقاء تعليمات أكثر منها تدريب فعلي، هل هناك مثلا خطة لاستخدام السوشيال ميديا في ترويج أفكارك، طريقة التعامل مع هذه الفئة من الصم؟ يعني أكيد هناك مثل هذه الأمور محتاجة تدريب مستمر يعني وتعامل مباشر يعني بشكل مستمر يعني. نعم، نحن يعني أنا أستهدف المعلمين والمعلمات لأنه هم اللي راح يدرسون الصم. نعم. فإحنا نحتاج إلى تغيير قناعات
إلى يعني ربط المعلم مع الدراسات والأبحاث العلمية حتى يستطيع من خلالها أن يستفيد من هذه الورقة. الورقة هذه كانت تدرس ظاهرة الاستخدام، لماذا يستخدمون هذه الاستراتيجية، لماذا لا يستخدمون هذه الاستراتيجية، إيش العوامل، المشاكل. يعني وجدنا من المشاكل والتحديات، يعني التحديات اللي واجهها الطفل الأصم أحيانا تمنع معلمة الصم أنها تقوم باستخدام الاستراتيجية اللي تكون فعالة جدا مع الشخص السامع. فإحنا في هذه المرحلة نريد أن ندرس الطفل الاستراتيجيات القرائية أو المهارات الأساسية في القراءة، ثم بعد ذلك ننطلق إلى مرحلة الفهم القرائي، وهي مرحلة يعني عالية في التعليم إن شاء الله بإذن الله. هل إقامة مثل هذه المؤتمرات يعني حفزت فيكم روح الإبداع، روح الابتكار، روح الاستكشاف كباحثين؟ نعم، ما في شك، هذا المؤتمر يعني أعطانا الفرصة أن نحضر لباحثين آخرين ونشوف الاهتمامات مشتركة. كان في تساؤلات في عندي وجدت إجابتها عند بعض الدكاترة والمتخصصين، مثل الدكتورة أتوقع نادية طيبة قدمت ورقة عمل جدا ممتازة وأحتاجها في أبحاثي القادمة. مثل هذه المؤتمرات تتيح الفرصة بأن يكون هناك تبادل خبرات، تواصل، وأحيانا تكون هذه المؤتمرات نقطة انطلاقة لعمل أبحاث مشتركة مع الزملاء والزميلات. يعطيك العافية دكتور ناصر الأسمري، جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، مختص في تعليم الصم. شكرا جزيلا. شكرا لك وبارك الله فيك. شكرا.